القضاء المصري ليس ببعيد عن هذا الشعب وجزء من هذا الشعب يهتم بأمور لا تثقوا فيما يدعوه البعض ويتهمون به من قضاء مسيس وأحكام مسيسة وغير هذه من الاتهامات الباطلة. نحن قضاء نزيه مستقل حر، لا ننحاز إلا لشعبنا، لا ننحاز إلا للقانون وتطبيق القانون. لا ذنب لنا في تأخر إصدار الأحكام. تأخر إصدار الأحكام ده نتيجة النصوص العقيمة اللي بنطبقها، ولا يستطيع القاضي أن يتجاوز أو يقفز على هذه النصوص. نحتاج إلى تعديلات تشريعية لهذه النصوص، ووزارة العدل بسبيلها إلى الانتهاء من تعديل بعض النصوص وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب حتى تكون لدينا أحكام سريعة، أحكام سريعة وعادلة. يعني هو كلمة سريعة لا تعني أنها ستكون غير عادلة، هي ستكون عادلة ولكن بإجراءات أسرع أو بإجراءات أكثر تلاحقاً حتى يتحقق الردع العام اللي هو هم وهو الهدف المرجو من كل نصوص قانون جنائي قانون العقوبات. الهدف هو الردع العام والردع الخاص، والردع العام والردع الخاص لن يتحقق إلا بأحكام تصدر بسرعة أو بإجراءات سريعة ومتلاحقة وتكون أحكام عادلة أيضاً. القضاء المصري بيقف نفس الموقف اللي وقف في 30/6/2013 بيقف الآن خلف الشعب المصري وفي صدارة المشهد وخلف الجيش القوات المسلحة المصرية الوطنية، وإن شاء الله هنعمل جميعا كل أبناء الشعب المصري في مصر من هذا النفق، وإن شاء الله سنقضي على هذا الإرهاب، وإن شاء الله سنحمي هذا الشعب وهذا الوطن.